أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أجلس في الشمس الذي يدخل إلى البيت؟ إيش تبي بها؟ إلا إن كان برد تبي تشمس للحاجة ما في بس، أما أنك تجلس فيها تعبد من باب التعبد هذا بدعة لا يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.